يا مساء الورد والياسمين عليكم. جاية النهارده اعمل معاكم حاجه حلوه قوي 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 قوي. معايا هنا فرخه عامله حوالي كيلو واقل من النص شويه، مغسوله كويس وبالخل والليمون وكله كله كله، ونظيفه جدا اهي زي ما انتوا شايفين. انا بعد هنا شويه الجلده عن اللحم علشان هوريكم هعمل فيها ايه. ده انا هطلع عين الفرخه دي. مبدئيا هنعمل التتبيله بتاعتها اللي المفروض ان هي هتبات فيها ليله كامله باذن الله. معايا هنا بصله وطماطمايه وشويه فلفل مقطع، معايا شويه مستردة، معايا معلقه صلصه، حوالي معلقتين خل، وحوالي معلقتين زيت زيتون، معايا التوابل هنا بقى، معايا شطه، معايا جنزبيل، ملح، قرفه، زعتر، ريحان، كمون، توم باودر، فلفل اسمر، وشويه بهارات، وهنضرب كل ده مع بعضه. هضرب دول في الخلاط وارجع اوريكم هنتبل الكوكو العسوله دي ازاي. دلوقتي احنا نشفنا فرختنا كويس وتبلناها من تحت الجلد ومن جوه ومن بره، وهنسيبها في التلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات. هشوفكم في المرحلة اللي بعد كده. باي باي. دلوقتي انا رجعت لكم. انا هنا معايا صينية حطيت في ارضيتها ورق فويل، حطيت ورق زبدة، هحط كمان ورق بالعكس. هندهنها شوية زيت علشان زي ما قلتلكوا ورق الزبدة بتاع دلوقتي مش زي بتاع زمان للأسف.
دلوقتي بقى دي الفرخه اللي احنا تبلناها وحطيناها في الثلاجه من 5 6 ساعات تقريبا. هنجيبها هنا. بسم الله. دي الفرخه بتاعتنا وادي المحشي الجامد جدا بتاعنا. انا معرفش انتوا شفتوا الطريقه دي قبل كده ولا لا، واتمنى ان انتوا تجربوها وباذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا. انا هحشي الفرخه بصوابع المحشي، هحاول احط فيها كميه على قد ما اقدر. كل الجوانب حتى تحت الجلد ده احنا انا فاتحاه علشان كده. بحط الاول من عند الجناحات، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اهو من عند الجناحات ورا الجناحات الثانيه. الفرخه الصغننه دي هتشوفوها بعد ما تستوي كانها دي كرومي ما شاء الله يعني. هنحشي كل فجوة وكل فراغ في الفرخة بالمحشي اللي مستوي 3/4 سوا. جنب الدبابيس كمان جنب الوراك هناخد من الحشو ده نحط جوه. انا محضره خله كان كمان. اتمنى انكم تكونوا شايفين كويس. هنا نحط خلة تانية. نطلع عند الحته اللي فوق دي اللي احنا كنا فاتحينها، برضه هنحط كام صباع كده. عايزين تخيطوها بخيط وإبرة زي ما تحبوا، بس أنا بحب الخيل أكتر. كده هي اتقفلت تماما. هذه الفرخة بقت بسم الله ما شاء الله قلبوزة وتختوخة وزي الفل. الورق بتاعنا بتاعتنا نحط فيها الكوكو اللي انا قلت لكم هيطلع عينه اهو. ممكن بقى لو حابين تقطعوا جنبه بطاطس صغيره، بصل صغير، خضار مشكل، كوسه، جزر، كلام من ده، بس انا مكتفيه بيها كده، كفايه قوي.
بالنسبة لي زي الفل. واحط كمان صوابع المحشي دي عشان تاخد من الصوص اللي هينزل. ادفنوها لجوه. ندفن كل صوابع المحشي دي جوه الكوكو، الفراغات كلها. كده بقى الوضع زي الفل. كل الصوص كل الصوص كل الصوص وباقي الزيت اللي احنا معانا من الاول اللي هو زيت الزيتون على الزيت النباتي. ندول شوية شوربة من المرق معانا ونطلعه بخارهم على الفرخة علشان يكملوا سواها. الكرية دي هتعجبكم بإذن الله وجربوها، وبجد بجد هتدعوا لي جامد جدا، لأنها هتشرف أي عزومة. بيطلع حجمها كبير قوي، حلو قوي، وطعمها بيبقى تحفة. الفراخ بتبقى وطن من المحشي، والمحشي واخد من الفراخ، بتبقى مشكلة يعني بصراحة. نقفل صينيتنا كويس. لو عندك بران كبير ممكن كمان هيطلع حلو قوي. تحطي فيه الكلام ده. معلش انا عارفه ان الفيديو ده طويل عليكم شويه، بس انا وانا بمنتج هحاول اقصقص منه شويه حاجات، لكن فعلا الاكله حلوه قوي، وبجد بجد 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 تستاهل. جربوها والله هتدعولي. شكشكي كده ورق الفويل شكشوكتين ثلاثه وتطلعي بيه على الفرن، وهشوفكم باذن الله بعد ما يطلع من الفرن القنبله بتاعتنا او الجريمه بتاعتنا اخبارها ايه. نهاركم فل ونهاركم ابيض، وما تروحوش لبعيد، وكلها نص ساعه 45 دقيقه باذن الله، وهتاكلوا او تشوفوا احلى كوكو في الدنيا كلها. باي باي. ده شكل الفرخه اللي اتحولت وبقت دي كرومي كبير وكلبوس كلبوس كلبوس. بصوا بقى انا عملت ايه. انا دخلت شلت الكفر وحمرتها الاول، وبعد كده قلبتها في صينيه اكبر وبرده شلت الكفر وحطيتها تحت الشوايه واتحمرت بقى بالمنظر ده. بس انا مش عايزه اطلعها دلوقتي، تهدى شويه وبعد كده هطلعها واوريكم الديك الرومي بتاعي. والله ريحته تحفه وشكله يجنن يجنن. هرجع لكم بعد ما يبرد شويه. ده شكل الكوكو الجامد بتاعنا، قلبته على الجنب التاني. انا هفضي من حواليه ورق العنب ده واوريه لكم لوحده. دلوقتي انا شلت من حواليه ورق العنب الصوابع، خليته نوعا ما يعني، بس انا عايزه اوريكم من جوه مستوي ولا لا. كل دي صوابع المحشي اللي مدفونة جواه.
على فكرة طعمها فظيع جدا. انا اتفزت كالعادة ودقت واحد. سخن جدا جدا طبعا. انتي لما هتكوني عاملاه في عزومة او كده بيتحط مقفول زي ما هو، والكلام ده كله بيطلع قدام الناس. انا بس بحاول اوريكو اللي من جوه شكله ايه. هوريكم مستوي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الزبده. دي العظمه بتاعت الصدر اهي. مستوي جدا جدا، ريحته حلوه جدا. كل ده محشي طبعا، كل ده محشي والخلطه. بس ادي الصدر زي ما انتم شايفين، مفيهوش ولا نقطه دم وطري جدا اهو. طري جدا 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 والله العظيم، زي الزبده. اوريكم كمان من عند الورد. اهو شايفين مفيش نقطة دم، شايفين؟ عايزين اعملوا الطريقة دي في أي عزومة. بلاش عزومة، لجوزك، لأولادك، في رمضان داخل علينا. بجد الأكلة حلوة جدا وريحتها حلوة جدا وتفتح النفس. أنا بس اللي فحكشت الدنيا كده علشان أوريكم من جوه الدنيا شكلها إيه. بس ده طبعا لو أنتوا لوحدكم هتاكلوا وأنتوا قاعدين، مش هيتبقى منكم حاجة، وكل الفحكشة دي مش هيبقى ليها وجود لأنها هتنتهي على طول. أهو بصوا مستوي إزاي، بصوا شايفين اهو مفيهوش اي حاجه. يلا جربوها وقولوا لي رايكم، والف هنا وشفا على قلبكم مقدما. وهي دي كانت جريمتي الجديده، بس الجريمه طلعت جامده قوي 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 قوي، جريمه جريمه يعني. يلا ليلتكم زي الفل ونهاركم زي الفل، وجربوا طريقتي وبجد بجد هتدعولي. ولو عجبكم الفيديو يا ريت سبسكرايب ولايك وكومنت لطيف ظريف. انا الفيديو علشان طويل قوي فانا قسمته نصين، نص الورق العنب لوحده ونص الكوكو اللي طلع عينه ده لوحده. يا ريت تشوفوا الاثنين. يلا تصبحوا على خير، باي باي.